الحديقة السحرية للقطط. رائع. مرحبا أصدقاء، فقدت 6 قطط سحرية في الحديقة. إذا وجدتها ستحصل على 6 مفاجآت. واو. أين هي القطط؟ قطة. لقد وجدنا القطة الأولى. كل من يجد القطة يحصل على مفاجأة. صوفيا، انظري، هذه مفاجأة للأولاد. واو. يا أطفال، هيا لنبحث عن القطط. نعم أبي، لنذهب. وجدت القطة الثانية. لدي مفاجأة للفتيات. لنذهب إلى الحديقة. لقد وجدت القطة الثالثة. مفاجأتي الثانية. شكرا لك. إنها لطيفة جدا. مفاجأة. مفاجأتي الثالثة. لقد رأيت قطة. لقد وجدت القطة الخامسة. ماكس، هذا قطيط صغير. لطيف جدا. أجل، حصلت على مفاجأة. يا أطفال، لنذهب، بقيت قطة واحدة فقط. نعم أبي، تعال. كيتي 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 كيتي. رأيت قطة. إنها المفاجأة السادسة. من أجل هذا سنحتاج ماء ساخنا وماء باردا. أولا علينا غسل الطلاء. واو، دعونا نرى كيف سيتغير لون السيارة في الماء البارد. الآن سنضعها في الماء الساخن. يتغير لون الأعين.
واو ماكس، يا لها من مفاجآت رائعة. أجل